إذا أنت مبادر وتريد إنجاز مهامك بطريقة أفضل، أسرع وأذكى، إذا عليك مشاهدة هذا الفيديو للنهاية. في هذا الفيديو سنلخص كتاب Smarter, Faster, Better للكاتب تشارلز دوكن، كاتب يحب التحري والبحث عن النجاحات في الحياة. والكاتب يشرح لنا كيف يمكننا أن نكون أكثر منتجين في مشاريعنا ونحصل على أهدافنا بطريقة ذكية، سريعة وأفضل. العامل الأول في الكتاب هو أهمية التحفيز أو الدافع. ويتحدث الكاتب في البداية عن أهمية فهم طريقة عمل العقل ولكي نحقق إنجازاتنا بطريقة أذكى، أسرع وأفضل، علينا أن نحفز نفسنا دائما للتحسين. ويتحدث الكاتب أنه في السابق كان الإنسان يحفز نفسه بالذهاب للصيد للحصول على الطعام أو ليتزاوج لكي يكمل سلالته، فهذا نوع من التحفيز. تخيل لو لم يكن تحفيز كهذا في عقلنا. فالكاتب يقول العقل مبرمج على المكافحة للبقاء، فقط علينا تحفيزه وفهم كيف يمكننا السيطرة عليه والتحكم به. علينا دائما سؤال نفسنا لماذا نفعل ذلك؟ وإلى أين سأصل إذا أفعل ذلك؟ فيجب أن نكون مسيطرين على الفكرة أو المهمة التي نريد تحقيقها أو إنجازها، وعلينا معرفة المعنى منها وإلى أين ستوصلني هذه المهمة. مثال: إذا أنا أريد 10,000 دولار، إذا لا أعرف لماذا أريد هذا المبلغ وما أريد تحقيقه من هذا المبلغ، ولم أسيطر بشكل كامل على عقلي للحصول على المبلغ، أي لم ألهي نفسي بأشياء تؤخرني من الهدف، لن يكون هناك أي تحفيز للحصول على المبلغ. فمهم جدا أن نفهم وأن نعرف المعنى الحقيقي من وراء أي هدف نريد إنجازه. العامل الثاني هو أهمية التركيز. وما يقوله الكاتب أن العقل لا يتحمل إنجاز عدة مهام بآن واحد، وخصوصا إذا يوجد شيء يلهيه. لذلك الكاتب يقول لكي ننجز مهامنا بطريقة أذكى، أسرع وأفضل، علينا التركيز على مهمة واحدة والتركيز بشكل كامل دون أن نلهي أنفسنا بأشياء غير مهمة. العامل الثالث هو تحديد الأهداف بطريقة صحيحة. لكي ننجز مهامنا بطريقة أذكى، أسرع وأفضل، علينا تحديد أهدافنا في برنامج ورسم الخطة أو الطريقة لإنجاز المهمة، وأيضا المراحل بالتفصيل لإنجاز المهمة. وهذا يرجع للعامل الأول، أي نحن نعرف السبب من وراء المهمة وإلى أين ستوصلني. النقطة الأخرى التي يذكرها الكاتب هي أن يكون البرنامج مرن وقابل للتغيير في أي لحظة، لأن خلال مشوارنا لتحقيق الهدف وخلال إنجاز المراحل ممكن أن نفشل أو نخطط بطريقة خاطئة مرحلة معينة من المراحل. لذلك يجب أن يكون برنامجنا مرن لكي نصحح مسارنا والوصول لهدفنا أو مهمتنا بطريقة أذكى، أسرع وأفضل. العامل الرابع يتلخص بجملة مهمة جدا، وهي عندما عقلنا يواجه صعوبة سيخلق مسارات عصبية جديدة لمساعدتنا في المهام المستقبلية. ويشرح الكاتب أن الصعوبة في الوصول للهدف هو شيء أساسي ولا مفر منه، ومن المهم أن تكون الصعوبة لكي ننكشف لطرق جديدة عقلنا سيرشدنا إليها. اعلموا أن العقل مبرمج لمواجهة الصعوبات، فعندما يلاحظ أي صعوبة سيخلق مسارات جديدة وأفكار جديدة لإيجاد حل للصعوبة، مما سيزيدنا أكثر خبرة ومهنية في مجالنا. العامل الخامس هو اختيارات وقرارات. وما يقصده الكاتب، الأشخاص التي تنجز أهدافها بطريقة أسرع وأذكى وأفضل تتخذ قرارات صحيحة واختياراتها خلال اليوم بطريقة أفضل. هم يختاروا النهوض مبكرا بالصباح للعمل، يختاروا التمرين بدل الجلوس في البيت إذا كان هدفه تحسين صحته أو لياقته البدنية، يختاروا الاشتراك بأكثر مؤتمرات لكسب معلومات عن مجالهم، يختاروا التعرف على أكثر أشخاص لكسب معارف أكثر تساعدهم بمشاريعهم التجارية.
فكلما كانت اختياراتكم وقراراتكم أفضل، ستصلوا لأهدافكم بطريقة أذكى، أسرع وأفضل. كل شيء يتمحور حول قراراتنا، وقراراتنا هي بسيطرتنا، نحن نتحكم بها. لذلك علينا الانتباه لعامل القرارات. تحقيق أهدافنا هو بسيطرتنا. علينا أن نسعى أن نطمح ونحفز نفسنا دائما، وعدم الاستسلام لأي شيء خارجي يشتت تفكيرنا أو مسارنا للهدف. أيضا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة ملخصات كتب تحفيزية أخرى وآخر أخبار التجارة الإلكترونية، والضغط لايك على الفيديو. سأراكم في فيديو آخر.